السلام عليكم يا أحباب الكرام، كيف حالكم وما أخباركم؟ حياكم الله، لقد اشتقت إليكم كثيرا كثيرا. أهلا أهلا. تامها نبلل القرصان بهذا البلول اللي يعطي حلاوة وملوحة على كيفكم. هذا التبليل بسيط كذا وهو دافي. بسم الله نغطي فيه اللحم، نحط ثاني بعد. بسم الله وما شاء الله تبارك الله، العافية علينا وعليكم. تبارك الله، شوف اللحمة، اللهم بارك. لا تنسون الشير والقلب هذا سووه أحمر، ولايكم وتعليق حلو من عندكم، قولوا لي من وين تتابعوني. يا هلا والله وسهلا، حياكم الله ويا مرحبا. بسوي معكم اليوم رز ولحم عزيمة بطريقة بسيطة جدا. بنسوي الكشنة بالطريقة الصحيحة، بنسوي بلول القرصان على الطريقة القديمة، وبنطبخ لكم اللحم بطريقة الطبخ الشعبي. حياكم الله. نستخدم طبختنا اليوم رز مزة، غسلناه مرة زين ونقعناه قبل ما نبدأ بالطبخ. بسم الله نبدأ الطبخة. أول شيء بسلق اللحم بدون إضافة أي شيء بماء علشان أطلع الزبدة. بسم الله. نشيل الزفر الحين، عاد صغير، شوفوا كمية مرة بسيطة ما شاء الله. البصل والفلفل البارد، البهارات الصحيحة. بطبخ الذبيحة تقريبا 40 دقيقة، بعدين بفتح القدر واحط الملح واطبخها 20 دقيقة. الذبيحة صغيرة. طبخنا الشعبي للرز يعتمد اعتماد كبير على كشنة الرز، هذه من ألذ أنواع الكشنة للرز. بعطيكم بعد بهارات الكشنة بالضبط. الحين بنطبخ الكشنة من أول شيء، تبغى وقت طويل بس النتيجة خرافية. بنسوي كشنة الرز بزيت نباتي عادي. بسم الله. نضيف أول شيء البصل، خلي البصل يكشن مثل ما تشوفون، الزيت كمية كبيرة لأن الطبخ عندنا اليوم كثير، خليه يكشن لين يذبل، بعدين نضيف الفلفل البارد. بضيف الفلفل الأحمر البارد، نضيف الزبيب، نخليه لين يتطبخ. الكشنة أخذت تقريبا نصف ساعة علشان نوصل لهذه المرحلة، الحين بتعطينا نتيجة ممتازة. عندنا بهارات الكشنة والكركم نضيفها، خلاص نطفي النار. الفلفل يعطي نكهة بعد، وهذه الكشنة جاهزة معنا. بعدين دقيقة بنضيف الملح، بطلع اللحم الحين عشان أحمره بالفلفل. بالفرن عندي هنا كركم، بهارات مشكلة وملح وملون طعام وفلفل أسود، بضيف لهم من مرقة اللحم. ضفنا البهارات من مرقة اللحم، والحين بندهن اللحم بهذه المرقة ونحمرها بالفلفل. أصفي الحين مرقة اللحم، بشيل البصل والفلفل والبهارات الصحيحة، وبشيل نصف المرقة وبدلها بماء، ما نبغى دسامة المرقة على الرز، يصير نصفها مرقة ونصفها ماء. والمرقة هذه بنطبخ فيها الكوسة، وبنطبخ فيها بلول القرصان، وبنطبخ فيها بعد المكرونة. نضيف الرز. بسم الله. نزلنا الحين المرق للرز وأضفنا بهارات صحيحة. الحين بنضيف الكشنة بعد ما شرب الرز الماء مرة وهدينا الحرارة ما شاء الله تبارك الله. نضيف الكشنة ونوزعها على كامل الرز من فوق، هذه تعطي نكهة ورائحة طيبة جدا، والزيت بينزل على الرز يعطي نكهة وكذلك يخليه ما يتلزق ببعض. ورحين الزيت اللي ينطبخ بالكشنة، أغلف الحين القدر بقسطير وخليه على حرارة هادية تقريبا نص 40 دقيقة. أخذنا من مرقة اللحم بسوي مكرونة، هذه سباجيتي، أضفتها برقة وأضفت عليها كركم. هذه المرقة مع كوسة. هذا بلول القرصان، كانوا قبل يسوونه مع الأكلات الشعبية، الحين المطاعم يحطون قرصان ناشف، ما يحطون البلول هذا، لو حطوا البلول هذا بيطلع لهم شيء ممتاز. البلول هو عبارة عن مرقة اللحم نفسه، أخذنا جزء منه، وعندنا بهارات المسمنة، ليمون أسود وقرفة وسكر
ومعجون طماط وقرصان رطب، معجون طماط او معجون فليفله. انا حطيت اليوم معجون فليفله، بحطهم كلهم على المرق، خليه يطبخ شوي بعدين ابلل فيه القصه. لا رزنا جاهز. بسم الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يا الحب. شيل الكشنه والفلفل، انا بفتح معكم الرز. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. هذا اللحم ما شاء الله تبارك الله. حط الكشنة، يا سلام. ما شاء الله تبارك الله. ختامها نبلل القرصان بهذا البلول اللي يعطي حلاوة وملوحة على كيفكم. هذا التبليل بسيط كذا وهو دافي. بسم الله نغطي فيه اللحم، نحط ثاني بعد. بسم الله وما شاء الله تبارك الله، بالعافية علينا وعليكم. تبارك الله. شوف اللحمة، اللهم بارك. لا تنسون الشير والقلب، هذا سووه أحمر، ولايكم وتعليق حلو من عندكم، قولوا لي من وين تتابعوني. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.